مباراة مهمة ومباراة صعبة من غير اللاعبين الدوليين، يعني بكرة الشناوي مش موجود. قبل ما اتكلم عن المباراة بكرة، الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، هذا الثلاثي النهارده مثلا، استقبال الشناوي لاربع اهداف وتحميل البعض للشناوي ان هو سبب في، ما اعرفش الناس بتفكر ازاي، بس اوكي كل واحد ووجهة نظره، لكن في النهاية ان الشناوي هو سبب في هدف ولا هدفين من الاهداف. طب تبص للمدافعين، يعني فيهم ثلاث اهداف، يعني ولا هدف يا كابتن اسلام من الشناوي. يعني انا دايما لما باجي اتكلم فير النهارده، ولا هدف يسال عنه محمد الشناوي. أوكي. الهدف الاول والثاني مسؤوليه دفاعيه بحته. خلي بالك في اهداف متحركه، يعني حد بيمشي بالكره متحرك، بيلعب، بيعمل كروس، الناس مش ماسكه كويس. في جول شفناه الثاني، دي ده يعني در يعني فاول او كورنر، كره ثابته، فلازم الناس كلها تبقى مركزه. ف يعني الجون الاول والثاني ملوش اي ذنب، الجون الثالث يعني انت بتتكلم في خطا دفاعي برضو، ولاعب كوريا عملها بشكل كويس جدا مميز، كره راح في حته صعبه جدا. والهدف الرابع اللي هو بالهيد برضو من نفس القصه، المدافعين كوبي من الهدف الثاني اعتقد او الاول. ف يعني الناس اللي هي بتتكلم على محمد الشناوي، انا عايز اقول ان محمد الشناوي حارس كبير جدا، حارس ممتاز، وبقى له 3 4 سنين شايل النادي الاهلي وشايل مصر. فاعتقد ان لو في حاجه منه هنقدر نتكلم فيها، لكن انا شايف الناس بتتكلم ممكن بشكل عشوائي، لان لو حد فاهم فعلا كويس كوره مش هينتقد. مش هتكلم عن الاربع اجوان دول، لا الاربع اهداف صعبين. طيب جدا. على الجانب الاخر، علي لطفي ومصطفى شوبير. مصطفى شوبير ظهر بمستوى رائع في المباراه الاخيره امام المصري بالسلوم، وانقذ يمكن كورتين ثلاثه كان لهم تاثير ايجابي على النادي الاهلي ووصوله للدور التالي في كاس مصر. علي لطفي بقى لنا كتير ما شفناهوش، الاصابه بتبعده شويه وترجعه شويه، لكن في النهايه اعتقد ان هذا الثنائي له هيكون له دور خلال الفتره القادمه. تعالى بقى كابتن اسلام نتكلم على اللعيبه عامه. النادي الاهلي دايما لو في غيابات سواء دوليه او غيابات اصابات، النادي الاهلي بمن حضر زي ما بيقولوا. عندك لعيبه كويسه جدا، في لعيبه مستنيه فرصه، في لعيبه لازم تمسك بايديها واسنانها عشان ما تندمش بعد كده. مظبوط. فرص مهمه جدا. في نفس الوقت يعني مصطفى شوبير وعلي من يعني طبعا بيأدوا بشكل كويس جدا في غياب الشناوي. شفنا مصطفى، يمكن انا قبل مصطفى ما يلعب كاس مصر قدام الترسانه، كنت معانا هنا انت قلت، فاكر يا كابتن؟ انا فاكر كويس جدا. قلت لي اصل هو مظلوم بباباه او باسم باباه بالظبط، لكن هو حارس مرمى جيد جدا. يمكن انا ما كنتش اتفرجت عليه حتى في الناشئين، شفته في ماتش الترسانه، لا الترسانه الودي، لا الرسمي كمان، سوري، اللي في كاس مصر. كاس مصر صح، كان هايل، بيلعب بشخصيه النادي الاهلي لانه مثل النادي الاهلي وبيلعب من هو صغير في النادي الاهلي، فدي حاجه برضو ليها جيد قيمه عليه. انك طبعًا انت تكون مسؤول من النادي الاهلي وابن النادي الاهلي، دي قيمه كبيره جدا طبعا. في نفس الوقت لما لعب ادى بشكل كويس جدا، شفناه في كاس الرابطه كان عامل ماتشات هايله وبيلعب بشخصيه النادي الاهلي وبهدوءه. وخلي بالك هو مش حاطط في دماغه، انا يعني هو بيلعب وبيأدي، انا مش ابن كابتن شوبير خالص. لكن طبعا في انتقادات ليه عشان هو ابن كابتن شوبير، لكن انا عاجبني فيه تركيزه، عاجبني فيه شخصيته جدا سواء بره الملعب او جوه الملعب، وبيتمرن كويس. وخلي بالك انا متابعه برضه يا كابتن اسلام. يعني بتابع معاه واقول له اصبر، هتجي لك الفرصه، احنا ياما قعدنا كتير وبعد كده لما خدنا الفرصه خدناها بشكل كويس، ما تستعجلش على الفرصه. وهو الولد شخصيته كويسه جدا ومركز كويس جدا. عجبني جدا الماتش اللي فات، هايل، كان ليه دور زي ما انت حضرتك قلت في كذا كوره هجمه، كذا هجمه كان لهم دور كبير جدا في نتيجه اللقاء. في اي وقت واي وضع هتلاقيه جاهز. في نفس الوقت طبعا علي مهم جدا، وعلي شفناه قبل كده لما يعني الشناوي غاب لعب، الاصابات بعدته شويه. فانا مش قلقان بالنسبه لحراسه المرمى بكره ان شاء الله، لكن عايز اتمنى ان شاء الله ان اللعيبه اللي موجوده بتلعب باسم النادي الاهلي وبتلعب بتشيرت النادي الاهلي، فلازم، ودي فرصه بتجيلك. الحمد لله شفنا النهارده متولي رجع، شفنا بدر بانون برضو يعني دول قوه كبيره جدا كبيرة. اتمنى ان شاء الله التوفيق بكره باذن الله للعيبه، وفرصه كويسه. وخلي بالك النادي الاهلي بمن حاضر زي ما بيقول لك كابتن اسلام يعني.